ثقيلاً يحل موسم الشتاء على النازحين في المخيمات المنتشرة بضواحي مدينة مأرب، حيث يواجهون ظروفاً صعبة مع دخول موسم الشتاء، وتتفاقم معيشتهم أكثر في هذه المخيمات في الجهة الشمالية من المدينة. آلاف الأسر بحاجة إلى المأوى وإلى الغذاء، وأيضاً هي بحاجة إلى المواد الغذائية، لا سيما مع اشتعال الأزمة الاقتصادية. كيف هي ظروفكم في هذه المخيمات ومع دخول موسم الشتاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله الظروف يعني احنا في برد، وما شاء الله يعني متضررين احنا من اول العاصفة ومن ايام الامطار دي جت قبل شهرين او حوالي 3 شهور، الى الان ما قصرت الهجرة الدولية، يعني اعطتنا من كرفانة لكن خففت علينا شوية، ولا زلنا يعني منقصين مواد غذائية، منقصين من الفراشات، من البطانيات، من الله عزك دورة المياه، الخزانات، الحمامات، الله عزكم. وهذا كم لديك أطفال؟ لدي أنا 4 أطفال، 2 بنات واثنين أولاد. كيف تواجه النساء ظروف المعيشة في مخيمات النزوح؟ والله نعيش عيشة صعبة، يعني انت دارين ما معنا لك كرفانة، لا معي عيال شهداء، معي ايتام، معي، وانت دارين دخل البرد الحين، لا فراشات لا بطانيات ولا اندورنا حاجة، البطانية لثلاثة أربعة وكل واحد يسحب نفقده، ماشي معنا ما نسلنا نشتري نتحمل داخل المخيمات ما نفعل. يبدو الاحتياج متزايد للمأوى وأيضا للمواد التدفئة الأساسية في هذه المخيمات، حيث تحتاج المئات من الأسر للمياه الصالحة للشرب، وأيضا تحتاج للمأوى، وتحتاج أيضا لدورات المياه، وهذا كله الاحتياج يتزايد كل يوم ويتفاقم مع مرور السنوات داخل هذه المخيمات المنتشرة بضواحي مدينة مأرب. علي الجرادي، قناة والقيس، من شمال مدينة مأرب.